مشاهدينا، وللحديث عن تهديد الهوية الثقافية لبغداد والمخاوف من تشويه معالمها التاريخية في ظل الاتهامات للسلطات بالإهمال وتشويه ومحو الذاكرة البغدادية، معنا من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ حارث. كيف تقيم ما تبقى من الهوية التاريخية والمعالم الأثرية في بغداد؟ لماذا يرى من يزور بغداد اليوم انحسار الروح الفنية والأبنية التي كانت تعرف بها المدينة؟ بغداد كانت أجمل المدن القديمة وأقدم المدن الجميلة، ونعتذر من مدينة الجليل في فلسطين الحبيبة التي قيلت بحقها هذه المقولة واقتبسناها لأختها بغداد. بغداد هي المستهدف الرئيس في أجندة هذا الاحتلال الظريف، وليس أدل على ذلك من جريمة انتهاك المتحف العراقي وسط بغداد أول الغزو لنهب آثاره، آثار البلد ومحو تاريخه وطمس هويته، وبعد ذلك تبعتها عمليات التغريب والتغيير الديمغرافي للمدن العتيقة، وحين تسكن المدن الأصيلة من غير أهلها فالدمار هو النتيجة في هذا التغيير. أنا أقول إذا سكنت بغداد من غير أهلها فإن دمارا في المدينة حاصل، وإن قلع الأخيار منها فإنما تدور بساحات الغياب نوازل. مساحات بغداد اليوم، بيوت السكن التي شوهت الأحياء صارت علامة مشوهة تقشعر منها الذائقة المعمارية الخاصة ببغداد. صارت يعني بغداد أشبه بزوايا وخانات، انعدمت الواجهات للأحياء، انعدمت الواجهات للمنازل، أصبح وجه بغداد اليوم وجها حزينا مكتئبا نتيجة الممارسات الجرمية التي قام بها هؤلاء. أولا انعدام الهوية البصرية للمدينة، ثانيا طمس معالمها بهدم أحيائها القديمة، ثالثا هدم المنازل الأثرية فيها، عدم العناية بشوارعها التاريخية. ولو رجعنا قليلا إلى الوراء وشاهدنا ما حدث لشارع الرشيد فهو شاهد جرمي على هذا الاستهدار. حتى شارع المتنبي الذي حاولوا من خلال صبغ واجهاته أو وضع الإنارة في عملية خداع تجميلية ليخفي خلفه الخراب. سيد حارث، يعني لو تجمل لنا الغاية من طمس معالم مدينة مثل بغداد رغم كل هذا التاريخ والعائدات من السياحة، ألا يمكن أن تساهم وترفع بحال الاهتمام بها، ترفع من قيمة بغداد وترجعها إلى ما كانت عليه من زهو؟ نعم يا سيدي الكريم، ما تجري من عمليات نهب وسرقات مليارية لم تدع لهم مجالا للاستثمار التجاري. حقيقة أن الأموال، أن المال العام متاح لمن يتمكن من السلطة، لذلك لا يهتم كثيرا بإقامة المشاريع السياحية أو جذب السياح وما إلى ذلك، لأن هذا يتناقض تناقضا تاما مع التوجه العام لمن جاء به الاحتلال. إقامة المشاريع السياحية معناها أن تهتم بأحياء بغداد وأن تهتم بشوارعها وأن تهتم بآثارها وأن تهتم بنصبها، وهذا يعيد لبغداد وجهها المشرق، وهذا ما لا يريده من خطط لغزو بغداد بالاحتلالين الأمريكي والإيراني. طيب. الغاية من طمس معالم بغداد الجميلة صنع مساحة لتحرك الغرباء وتعميم اختياراتهم وقناعاتهم وصولا إلى يعني طرح ذائقتهم المشوهة. ما حصل قبل أيام في ساحة كهرمانة وعملية الترميم الفاشلة للتمثال في الساحة، إلى أي مدى يشير ويعكس تعمد السلطات بتشويه معالم المدينة والذاكرة العراقية؟ يا سيدي، بالنسبة لكهرمانة، كهرمانة هي واجهة حقيقة تاريخية ومعلم من معالم بغداد يعتز به البغداديون ويعتز به العراقيون الأصلاء جميعا. وأنا أقول في البداية أن لكل شيء يعني ميزانا ومقياسا، مقياس الذهب يختلف عن بقية المواد، ومقياس الألماس يختلف عن مقياس الذهب. ولأن القائمين
على خراب بغداد يعرفون المغزى من استهدافها، أوكلوا عملية الصيانة لعمال غير فنيين. نعم. فضلا عن أن تكون الصيانة، يجب أن تكون الصيانة لمثل هذه النصب والتماثيل بأيدي مختصين مهارة. نعم. في صيانة الآثار هناك شركات معمارية وشركات فنية تعتني بالآثار، يجب أن تكون يعني هذه الأنابيب البلاستيكية التي شوهوا بها هذا المعلم، يعني جدا بدائية، لم تكن موافقة للغاية، على واجهة بيته. بدائية جدا كانت، يعني نعم بدائية، ويعني أنا أقول بقصدية التخريب لتلك المعالم. أولا تعود عليهم بتحقيق أهدافهم بإزالتها، يعني يحقق هدفين من هذا التخريب، أولا الإزالة، ثانيا إشغال الرأي العام بالتصدي لمثل هذه الممارسات، ومما يخلق لهم مساحة في سرقة وهدم بغداد. اليوم الفساد الحكومي يلعب دورا كبيرا فيما يجري لبغداد، على أي أساس يجري اختيار أمانات بغداد وصولا إلى التخطيط العمراني الذي أنتج العشوائيات التي ملأت مناطق بغداد؟ القوى الوطنية التي تهتم بالعراق والتي تعمل على مدى عقدين من الزمن حددت أن المحافظة البغيضة التي بنيت عليها هذه العملية السياسية هي التي أدت إلى عملية اقتسام المناصب وتوزيعها على أحزاب السلطة. نعم. تتبارى هذه الأحزاب بحجم السرقات، يعني هناك تنافس بينهم بالعائدات، وتذهب هذه الأموال المليارية إلى حسابات أفسدتها، بحيث أن صارت دول داخل هذه الدولة. العراق كله منهوم بهذه السلطة التي لا تنتسب إليه، وليس في وارد أدبياتها الانتماء لتاريخه أو المحافظة على تراثه. من يحكم بغداد اليوم بنظام تحاصصي واقتسام للسرقات لا تنتظر منه نتاجا سوى العشوائيات. ولو دققت النظر أخي الكريم على المدن العربية لوجدت أن العشوائيات تكون في المساحات المتروكة بين الأحياء، تكون خارج المدن، تكون في مقتربات الطرق. أما هؤلاء جعلوا أحياء مدينة بغداد كلها عشوائية. صح. هل يبرر اليوم إقامة مشاريع مولات وأبنية جديدة تعود ملكيتها بالطبع لشركاء العملية السياسية هذا التنازل عن الأبنية التاريخية لبغداد؟ هل السلطات الحكومية بالفعل تريد اليوم تطوير بغداد أم هناك غايات أخرى من هذه المولات؟ يعني دعني أقول النتيجة ثم بعد ذلك أفصل. نعم. أن هذه المولات هي عملية يعني أماكن لغسيل الأموال ليس أكثر. نعم. ليس مهمتها الترويح على الشعب أو يعني جعل هناك أسواق حديثة له. طبعا غير مبرر تحت أي ذريعة كانت أن يتم التنازل عن بنايات تاريخية تحمل عبق الماضي هوية المدينة من أجل مولات حديثة. نعم. المولات والأسواق يعني في كل مدن العالم تبنى وتستحدث المساحات المتروكة خارج المدن بعض. يجب المحافظة على الهوية البصرية التي تميز بغداد عن بقية المدن، وأن تحمى أحياءها وأن تخضع لعمليات صيانة على مدار العام. بل يجب، أنا أقول هنا، يجب على الدولة وعلى أمانة بغداد أن تقوم بشراء المنازل التاريخية وحتى الأحياء إذا كانت هناك أحياء قديمة، تقوم بشرائها وتعمل على صيانتها على مدار العام. تبقى هذه هوية بغداد التي يعتز بها العراقيون وأهل بغداد خاصة. من عمان مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي، شكرا جزيلا لك.